وهي مصيبتنا بأصحاب الأموال. صاحب المال هو المتحكم. يا أصحاب التجارة، يا أصحاب التموين، نحن مقبلون الآن على رمضان، فإن لم يتقوا الله فهم فجار، سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. متحكمين فينا بالسوق، هم اللي بيرفعوا وهم اللي بينزلوا، حيتان بيسموهم. فكر في يوم تقف فيه بين يدي الله فيسألك عبدي أما جاءك جائع يطلب المؤونة. أيها التاجر، ليس كل شيء عندك بيع وشراء، اجعل شيئا لله. الناس محتاجة، الناس أصابهم الفقر والجوع. يا أصحاب التجارة، يا أصحاب التموين، نحن مقبلون الآن على رمضان، أول ما يأتي في الخاطر والبال طفل صغير طلب من والده سكر حتى يأكل أي شيء يؤكل في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكر في أولادك عندما تفكر في أولاد الناس، فكر في الجوع والعطش الذي يصيب الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. فكر في يوم تقف فيه بين يدي الله فيسألك عبدي أما جاءك جائع يطلب المؤونة. أيها التاجر، ليس كل شيء عندك بيع وشراء، اجعل شيئا لله، كما حصل مع عثمان في المدينة. عثمان تاجر، قدم في معركة العسرة، معركة تبوك، 300 ناقة محملة بأقتابها وأحلاسها لله ورسوله، والناس يشاهدون. كل ما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم 100، فلما قدم الثالثة قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جاء بتجارة في عام الرمادة، في عام ليس فيه سلعة في السوق، محل يوم الرمادة في المدينة، وقدم، أراد أن يقدم لله، فهجم عليه تجار المدينة أصحاب الأموال. وهي مصيبتنا بأصحاب الأموال، صاحب المال هو المتحكم. عشان هيك الصحابة الفقراء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور. شو يعني؟ يعني يا رسول الله والله الأغنياء بفوتوا الجنة قبلينا، بيقدر يعمر مستشفى، اسمع، بيقدر يدرس طالب، بيقدر يطعم جائع، بيقدر يدفع فاتورة كهرباء لفقير، يأخذ كيلتين بندورة لواحد جائع. ذهب أهل الدثور بالأجور يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. عندهم أموال كثير بيسووا فيها اللي بدهم إياه، متحكمين فينا بالسوق، هم اللي بيرفعوا وهم اللي بينزلوا، حيتان بيسموهم. ما بتسترجيش أنت تتحكم في سلعة يا صاحب المول الصغير، لأنه في ناس متحكمين في السلعة، فإن لم يتقوا الله فهم فجار، سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجوكم يا عثمان نعطيك بالدرهم درهمين، يعني 100% مقدار الربح. قال هناك من أعطاني أكثر، عثمان رضي الله عنه. قالوا نعطيك بالدرهم 5، قال هناك من أعطاني أكثر. قالوا نحن تجار المدينة ولا نعرف أحدا يدفع أكثر من 5% ربح. 100 500، أين تجد هذا الربح إلا في بعض الشركات الفارهة. فقال لقد أعطاني غيركم 10 بالدرهم، 10 دراهم. من هو الذي أعطاك؟ وأخذوا ينظرون إلى بعض علّه يعترف أحدهم فيخرجونه من نقابة التجارة، سولفين على بعض، من الذي أعطاك؟ قال لقد أعطاني الله بالحسنة 10 أضعاف إلى 700 ضعف. اعلموا أن هذه التجارة لفقراء المدينة. خلي عندك لله وأكثر من الصدقة، لأنك تحلف كثيرا في السوق، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن ينجو التاجر من كثرة الحلف فعليه بالصدقة. يونس بن عبيد الله تاجر تقي معروف، خرج إلى الصلاة يوما ووضع ابن أخيه صغير على تجارته في السوق، وكان يبيع حللا، يعني ثياب، معاطف، طواقي، بناطيل إلى آخره، أحذية أعزكم الله، وكان عنده نوعان ب200 درهم وب400 درهم. فجاء أعرابي واشترى حلة بأم 200، اشتراها 400، وظن الغلام ابن أخوه أنه ماهر شاطر، يعني تاجر محنك. فلما خرج الأعرابي لقيه يونس صاحب التجارة في الطريق، فرأى حلته فقال بكم اشتريتها؟ قال 400. قال ارجع فإن هذه 200،
قال ولكنها في بلادي تباع بـ500. قال مهما يكن هذه عندي بـ200. وعاد إلى غلامه وأنبه فقال يا عماه لقد ارتضى، يعني رجل مكيب أخذها بـ400. قال أما ترضى لغيرك ما ترضاه لنفسك؟